بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه. وبعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونواصل الحديث معكم عن أحكام الحدود في الإسلام، ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن التعزير، حيث انتهى بنا الحديث في الحلقات السابقة إليه. فنقول وبالله التوفيق: التعزير لغة المنع، ويطلق التعزير ويراد به النصرة، لأنه يمنع المعادي من الإيذاء. قال تعالى: وتعزروه وتوقروه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم. ويقال عزرته بمعنى وقرته، ويقال عزرته بمعنى أدبته، فهو من الأضداد. ومعنى التعزير في الاصطلاح الفقهي أنه التأديب، سمي بذلك لأنه يمنع مما لا يجوز فعله، ولأنه طريق إلى التوقير، لأن المعزر إذا امتنع بسببه من فعل ما لا ينبغي حصل له الوقار. وحكم التعزير في الإسلام أنه واجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة من فعل المحرمات وترك الواجبات، ويفعله ولي الأمر إذا رأى المصلحة في فعله، ويتركه إذا رأى المصلحة في تركه، ولا يحتاج في إقامة التعزير إلى مطالبة، فيعزر المعتدي ولو لم يطالب المعتدى عليه. ومرجعه إلى اجتهاد الحاكم، حيث كانت الجرائم تتفاوت في الشدة والضعف والكثرة والقلة. والصحيح من قولي العلماء أنه ليس فيه حد معين، لكن إذا كانت المعصية في عقوبتها مقدر من الشارع كالزنا والسرقة، فإنه لا يبلغ بالتعزير الحد المقدر. وقد يصل التعزير إلى القتل إذا اقتضته المصلحة، مثل قتل الجاسوس المسلم، وقتل المفرق لجماعة المسلمين، وقتل الداعي إلى غير كتاب الله وسنة نبيه، وغير ذلك مما لا يندفع إلا بالقتل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وهذا أعدل الأقوال، وعليه دلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة الخلفاء الراشدين، فقد أمر بضرب الذي أحلت له امرأته جاريتها 100 جلدة، وأبو بكر وعمر أمر بضرب رجل وامرأة وجدا في لحاف واحد، وضرب عمر صبيغا ضربا كثيرا. وقال الشيخ أيضا: إذا كان المقصود دفع الفساد ولم يندفع إلا بالقتل قتل، وحينئذ فمن تكرر منه جنس الفساد ولم يرتدع بالحدود المقدرة بل استمر على الفساد فهو كالصائل الذي لا يندفع إلا بالقتل فيقتل. ولا حد لأقل التعزير لتفاوت الجرائم بالشدة والضعف واختلاف الأحوال والأزمان، فجعلت العقوبات على بعض الجرائم راجعة إلى اجتهاد الحاكم بحسب الحاجة والمصلحة، ولا يخرج عما أمر الله به ونهى عنه. وكما يكون التعزير بالضرب، يكون بالحبس والصفع والتوبيخ والعزل عن الولاية ونحو ذلك. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد يكون التعزير بالنيل من عرضه، كيا ظالم يا معتدي، وبإقامته من المجلس. وقال الشيخ أيضا وابن القيم رحمهما الله: يجوز التعزير بأخذ المال وإتلافه، فالتعزير بالعقوبات المالية مشروع في مواضع منصوصة، كسلب الذي يصطاد في حرم المدينة لمن وجده، وكسر دنان الخمر، وشق ظروفه، وكهدم مسجد الضرار، وتضعيف الغرم على من سرق من غير حرز، وحرمان القاتل سلبه لما اعتدى على الأمير، وتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر، إلى أن قال: ولم يروا أنه حرم جميع العقوبات المالية، فالأخذ الخلفاء الراشدين وأكابر الصحابة بذلك بعد موته دليل على أن ذلك غير منسوخ، ومدعي النسخ ليس معه حجة شرعية من كتاب ولا سنة انتهى. وقد أجابوا عن قوله صلى الله عليه وسلم: لا يجلد أحد فوق 10 أسواط إلا في حد من حدود الله، متفق عليه. أجابوا عن ذلك بأن المراد بالحد هنا المعصية لا العقوبات المقدرة في الشرع، بل المراد المحرمات، وحدود الله تعالى محارمه، فيعزر بحسب المصلحة وعلى قدر الجريمة. ولا يجوز أن يكون التعزير بقطع عضو
أو بجرح المعزر أو حلق لحيته لما في ذلك من المثلة والتشويه، كما لا يجوز أن يعزر بحرام كسقيه خمرا. ومن عرف بأذية الناس وأذية أموالهم فإنه يحبس حتى يموت أو يتوب. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يحبس وجوبا، ذكره غير واحد من الفقهاء، ولا ينبغي أن يكون فيه خلاف، لأنه من نصيحة المسلمين وكف الأذى عنهم. وقال: العمل في السلطنة بالسياسة هو الحزم، فلا يخلو منه إمام ما لم يخالف الشرع، فإذا ظهرت أمارات العدل وتبين وجهه بأي طريق فثم شرع الله، فلا يقال إن السياسة العادلة مخالفة لما نطق به الشارع، بل موافقة لما جاء به، بل جزء من أجزائه، ونحن نسميها سياسة تبعا لمصطلحكم، وإنما هي شرع حق. وقد حبس صلى الله عليه وسلم في التهمة وعاقب في التهمة لما ظهرت آثار الريبة، فمن أطلق كلا منهم وخلى سبيله أو حلفه مع علمه باشتهاره بالفساد في الأرض فقوله مخالف للسياسة الشرعية، بل يعاقب أهل التهم، ولا تقبل الدعوى التي تكذبها العادة والعرف. وقال الشيخ تقي الدين رحمه الله في أهل الشعوذة: يعزر الذي يمسك الحية ويدخل النار ونحوه، ومن ينتقص مسلما بأنه مسلماني، ومن قال لذمي يا حاج، أو سمى من زار القبور والمشاهد حاجا ونحو ذلك فإنه يعزر. وإذا ظهر كذب المدعي بما يؤذي به المدعى عليه عزر، ويلزمه ما غرم بسببه لتسببه في ظلمه بغير حق. أيها المستمعون الكرام، هذه جمل نيرة سقتها لكم من كلام العلماء في التعزير وأنواعه مما به يرتدع العاصي وينتفي الظلم عن العباد، وهذا يدل على كمال هذه الشريعة وصلاحيتها لكل زمان ومكان، حيث فوضت إقامة التعزير ونوعيته وكميته إلى اجتهاد الحاكم حسب المصلحة في كل زمان ومكان بحسبه وعلى حسب الجريمة. فالحمد لله على فضله وإحسانه، ونسأل الله عز وجل أن يوفق ولاة أمور المسلمين لما فيه نصر الإسلام والمسلمين، وأن يأخذ بأيديهم إلى طريق الصواب والسداد. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.